قال إريك جولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الإعلام في المغرب جاء ليؤكد على أن الأمور بالمملكة بلغت حدا لا يطاق. وأبرز جولدستين في مداخلته خلال ندوة للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب أن القرار الأوروبي جاء بعد 25 سنة من صمت هذا الأخير على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك في أعقاب فضيحة الرشاوى التي قدمها المغرب لموظفين بالبرلمان الأوروبي فيما يعرف بماروكغيت.